يا ماما شو يا عم تقربني شبه؟ إذا علقت لك ولي على عيونك إلهي عم تسرق جوز ما؟ شيل إيدك من الجرة يلا طالع على إيدك ما بقدر ما بدك تطالع ما؟ أنا بورجيك يا أبو مسلم لك طالع إيدك ما بقدر لك أوام اللي بينطق أبوك أبو مسلم شوفي لك تعا شوف ابنك تعا شو لك طالع إيدك أوام أبو ليش أبوك شوفي شوفي ابنك عم يسرق جوز وعصيت ايده بالجرة شو قصدي؟ لا كم مرة قلت لك هي الجرة لا تمد ايدك عليها اه هدي انت يا جاري بدي اصلا لك اسكتي انت طالع ايدك لشو؟ ما بقدر لك طالع ايدك لك هدي شوي عمي ولك هدي لك عادي على جنب لشوف بابا طالع ايدك احسن لك اه ما بقدر لحظة لك يا رجال طول بالك لك ابنك بدي الجرة انا بامرك بامرك تقبرني روق روق هدي هدي لك فصعون 100 مرة قلت لك لا تمد ايدك على الجرة هي والله بنضل قصدي حسيت ايده جوا اكيد طول بقى شو الحل؟ شو الحل؟ نكسر الجرة شو؟ كل شيء لما نكسر الجرة هي جرة ورثة من عند امي الله يرحمها شو الحل لك عم تكسر ايد الولد يعني؟ احسن ما اكسر الجرة يوه بابا يا بني طالع ايدك ها يا ابن الحلال طول بالك طول بالك روح لعند الحكيم وهو بيلاقي لك حل الحكيم يعني شو بده يقول لي؟ لك بيلاقي لنا حل لهالمشكلة بده يقول لي اكسر الجرة انا مستعد اكسر ايد الولد ولا اكسر الجرة لا الحكيم بيلاقي حل لا بنكسر الجرة ولا بنكسر ايد الولد معقولة يا زلمة تكسر ايد الولد مشان جرة ولك مو بس بكسرها وبقطعها كمان اهم شيء جرة انت لو بتعرفي شو فيها بالجرة كنت ما حكيتي للحكيم بنوف أمري لله روح شوف الحكيم وهو بيلاقي المحل روح يا رجل ماشي سكي لقلك ها خليكي ماسكة الجرة هيك ديري بالك عليها هاي الجرة إذا بصلها شي راسك بكسره فهمتي؟ وانت يا أولاد لا تحوص كتير دير بالك على الجرة ها خلي إيدك هيك يساعدتي هديها من هون يلا ايه هدوها بس أروح وارجع دير بالك على الجرة يلا لا طول يلا خلص بعيوني خلص تضرب بكسمة انبسطت يا حرامي الجوز بدك ابوك يطلقني من شان جوزي انا بورجيك من قصدي والله من قصدي بسيطة بسيطة عود 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 انتبه على الجنة تعال تكي حكيم لاخذ لك طريق تكي يلا 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 يا حليم ايه تقبلني طمنيني كسرت الجرة شي؟ لا 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 فوتي فوتي الحكيم فوتي تستري جوا فوتي قوام يلا قوام ريم 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 يلا 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 تفضل حكيم تفضل يلا اهلين وسهلين يلا يلا شرفتنا السلام عليكم يا بنت اهلين وعليكم السلام تفضل تفضل حكيم هاي الصغير هاي الصغير وهي الجرة قلت لك عنها على قلبي اها شو في بقلب الجرة؟ اها بقلبها جوز يا حكيم جوز جوز ايه شو اسمك عمو؟ مسلم عاشت الاسامي شوف يا مسلم هلا انا رح طعميك ملبس بدك تاخذهم بايدك شو؟ تفضل لا مو بهي الايد بدك تاخذهم بهي الايد طب ما بقدر اطلعهم فلتوا الجوزات فلتوا ايه سبحان الله استغفر الله العظيم الحمد لله يا رب لك انا مدبر حلبون لك كتر خيرك يا مدبر حلبون انت ما بدك يعني نادي يا مدبر حلبون بتعيني عندك لك كتر خيرك يا مدبر حلبون 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 لك قصيني جره يلا لحظه هاتك اذا تمد ايدك عليا ثاني مره بقصف عمرة بقضيب الرمال بغرفات فينا أول بالك عصغير يلا السلام عليكم ايه فضل فضل حكيم يلا يلا حكيم مرمي شو طلع علينا ما بقى مرميناتنا الله يخلينا اياك يا عمي أسف الحمد لله يا قلبي أسف الحمد لله تقبر قلبي إلهي الحمد لله يا رجال همشي همشي انه الجرة ما صار لشي ولا تنكسر ايده تنقطع ما عندي مشكلة همشي الجرة الحمد لله الحمد لله الجرة
ما صار لنا شيء. الحمد لله، الحمد لله. ألف حمد وشكر لك يا رب إنه الجرة ما انكسرت. أهم شيء ندبر حلبون. أهم شيء. أنا فايت جوا ضبها باليوك لحدا يلحقني، وإذا بمد إيدك عليها تاني مرة يا ويلك قضيب الرمان عم بستناك. توبة توبة. يا عمري تقبر قلبي إلهي.